بسم الله الرحمن الرحيم، نلتقي مجددا أعزائي في درس جديد من دروس الرياضيات تحت عنوان التناسبية سلم التصاميم والخرائط. سنرى إن شاء الله في هذا الدرس كيف نرسم تصميما باعتماد السلم، وكيف نحسب السلم انطلاقا من التصميم. سننطلق كعادتنا بالنشاط. يقول النشاط: مثل مهندس بقعة أرضية طولها 12 متر بمستطيل طوله 6 سنتيمتر وعرضه 3 سنتيمتر، ما هو السلم الذي مثل به المهندس هذه البقعة؟ أي أن هذا المهندس قام برسم تصميم للبقعة على شكل مستطيل طوله 6 سنتيمتر وعرضه 3 سنتيمتر. إذن كيف قام هذا المهندس برسم هذا التصميم؟ فهذا المهندس قام بتمثيل 12 متر والتي قمنا بتحويلها إلى السنتيمتر، فهذا يمثل 12 متر، تمثل في الحقيقة طول البقعة الأرضية، فهو قام بتمثيلها على التصميم ب6 سنتيمتر. لاحظوا، هذا هو طول البقعة الأرضية على التصميم، أما الطول الحقيقي فهو 12 متر أي 1200 سنتيمتر في الحقيقة. إذن ما هو الطول الحقيقي الذي يمثله 1 سنتيمتر على التصميم؟ نريد أن نعرف على هذا التصميم ما هو الطول الحقيقي الذي يمثل 1 سنتيمتر. كيف نجد الطول الحقيقي الذي يمثله 1 سنتيمتر؟ هذا كما رأينا في الدرس السابق يمثل الرابع المتناسب. كيف نحسب الرابع المتناسب؟ نحسبه بضرب 1200 في 1 ثم قسمة الحاصل على 6. إذن هذا الرابع المتناسب يساوي 1200 في 6 مقسومة على 1200 في 1 مقسومة على 6 تساوي 200 سنتيمتر. ماذا تمثل 200 سنتيمتر؟ تمثل الطول الحقيقي لواحد سنتيمتر على التصميم، فكل 1 سنتيمتر على التصميم يمثل في الحقيقة 200 سنتيمتر. ونقول هذا هو السلم الذي اعتمده هذا المهندس لرسم هذا التصميم، أي 1 على 200، فالسلم هو 1 على 200. حيث ماذا تمثل أو ماذا يمثل العدد 1؟ لاحظوا العدد 1 هنا ماذا يمثل؟ يمثل المسافة على التصميم. إذن العدد 1 يمثل المسافة على التصميم، والعدد 200 ماذا يمثل هنا؟ يمثل المسافة في الحقيقة، يمثل المسافة في الحقيقة. إذن لنجد أو لنحسب السلم ماذا نفعل؟ نقوم بقسمة المسافة على التصميم على المسافة على الحقيقة. إذن هذه هي العلاقة التي نحسب بها السلم. وماذا يمثل السلم؟ يمثل المسافة على التصميم مقسومة على المسافة الحقيقية. فلكي نقرأه جيدا، فكل 1 سنتيمتر على التصميم يمثل 200 سنتيمتر في الحقيقة. هذا هو السلم الذي اعتمده هذا المهندس لرسم هذا التصميم. إذن العلاقة تقول: لحساب السلم نقوم بقسمة المسافة على التصميم على المسافة الحقيقية. وانطلاقا من هذه العلاقة، كيف نحسب المسافة على التصميم؟ نحسب المسافة على التصميم بضرب السلم في المسافة الحقيقية.
ضرب السلم في المسافة الحقيقية. ولنجد المسافة الحقيقية ماذا نفعل؟ نقوم بقسمة المسافة على التصميم على السلم. المسافة الحقيقية تساوي المسافة على التصميم مقسومة على السلم. ننطلق إلى تمرين أو إلى تطبيق لكي نطبق العلاقة. يقول التطبيق: أرسم تصميما بسلم 1 على 1000 لملعب رياضي مستطيل الشكل، أبعاده على التوالي هي 100 متر و45 متر. إذا لنرسم هذا التصميم ماذا يلزمنا؟ يلزمنا أن نطبق هذا السلم حتى نجد المسافة على التصميم عوض المسافة في الحقيقة. إذا لنجد المسافة على التصميم نعتمد العلاقة التي تقول: المسافة على التصميم تساوي السلم في المسافة الحقيقية. نريد أن نجد الطول لكي نرسم الملعب، فهو على شكل مستطيل، نحتاج إلى معرفة الطول والعرض. إذا لحساب الطول يعني المسافة على التصميم نقوم بضرب السلم الذي هو 1 على 1000 في 100 يعني المسافة الحقيقية، فنجد 0.1 متر بعد إنجاز العملية، ونحولها إلى السنتيمتر حتى نتمكن من رسمها على التصميم. 0.1 متر تساوي 10 سنتيمتر. الآن ننتقل لحساب العرض، فالعرض يساوي، فهو المسافة على التصميم، العرض يساوي السلم في المسافة الحقيقية، يعني العرض الحقيقي للملعب هو 45 متر، في 45 تساوي بعد إنجاز العملية نجد 0.045 متر. ولنتمكن من رسم هذا العرض على التصميم نحول إلى السنتيمتر تساوي 4.5 سنتيمتر. هكذا نكون قد حصلنا على أبعاد المستطيل أو أبعاد الملعب على التصميم: 10 سنتيمتر في الطول و4.5 سنتيمتر في العرض. نقوم برسمها حيث يمثل كل مربع هنا 1 سنتيمتر. نقوم برسم الطول 10 سنتيمتر كطول للملعب، الطول على التصميم، و 4.5 سنتيمتر هو الطول على أو عفوا هو العرض على التصميم. نتمم رسم المستطيل، كل مستقيم، كل ضلعان متقابلان متقايسان. إذا هكذا نكون قد حصلنا على رسم أو تمثيل للملعب على التصميم بالسلم 1 على 1000. هذا هو الملعب، طوله 10 سنتيمتر وعرضه 4.5 سنتيمتر على التصميم عوض 100 متر و45 متر في الحقيقة. إلى هنا تنتهي هذه الحصة. شكرا أعزائي على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.